السلام عليكم، مساء النور عليكم. ان شاء الله تكونوا لاباس خوتي، ان شاء الله تكون الصحه لاباس. عندنا بزاف ما درنا لكمش فيديو اليوم. انا جينا هذا الدو سويت، محرك اتش دي ومعروف هذا تاع الدو سويت. هذه السياره بو كان فيها بزاف مشاكل. الحاجه الاولى اللي كانت فيها المشكل تاع الكونسوماسيون تاع الماء، كانت تضيع له الماء، ومن بعد زاد لحقت التياراج نقص. التياراج نقص او باين على شي نقص التياراج تاع الاتش دي معروف. هذا راكو تشوفوا لهنا هنا الكاتاليزور تاعو كان ينسف، يسمى من قوه اللي تعمر بزاف، تعمر بلي كراميل داخل وكذا الزيوت ولا ينقص ولا ما يقدرش ولا يخرج. كما تشوفوا لهنا هاوليك، هنا هاوليك يولي يخرج، يولي يلحق، كي يولي فورسي، يولي فورسي بزاف يلحق باش تشوفوا بعينكم. هاوليك يولي ينتقب هنا، هاوليك ينتقب، يولي فورسي بزاف. ومن بعد العقل يروح تيربو، يروح لك لا سيلندري الداخل، يروح لك جوانت كيلاس، وتخلص السيارة كامل ويولي فيها مصروف كبير. بون، الحاجة الأولانية هادي جات من لا ميزون، باش تفهموا، جابها مولاها من لا ميزون، تسمى ما لحقش بيها. بون، لي زانجيكتور سي نورمال ما يكومينيكيوش مليح ويولو ما يخدموش مليح. علاش يولو ما يخدموش مليح؟ باسكو راه عنده جوانت كيلاس. حنا دايما نهضرو هذا الفلتر، هاوليك الكاتاليزور تاعو هذا اللي نقولو هنايا بارتي، هذا هو هاوليك. هاكو تشوفو هنايا، شوفو شوفو داخل هاو يبالكم مليح، هاوليك امامو راه يبان. هاكو تشوفو راهو معمر، راهو مغلوق، هذا راهو مغلوق، هذا راه كومبلي مغلوق. ها كي يغلق لك الكاتاليزور، كي باش تفهموا، كي تبوش الكاتاليزور، راني قلت لكم اللي تبوش الكاتاليزور يدور على المحرك، يولي المحرك تاعك يولي فورسي، باش تفهم، يولي فورسي بزاف. كي يولي فورسي بزاف يدور لك على جوانت كيلاس، يدور لك على لي سيغمو، فيها بزاف صوالح. كيما قلت لكم هاولي كي يولي فورسي هنا ينتقب، هاولي كي ينتقب هنايا كيما راكو تشوفوا. علاش؟ باسكو يولي فورسي، يولي ما يخرجش، يخرج لي غاز، لي غاز تاعو ما يقدرش يخرجهم. هنا في لا ميزون اش قالوا له؟ الحاجه الاولانيه شغل تشوكيت مع الاول، كيفاش تاع فلاميزون تقول له باللي ما نقدرش نقيو الكاتاليزور، الكاتاليزور ما يتنقص باسكو ماشي ما فيهش الفاب. ماشي لازم يكون فيه الفاب، باسكو كاين اللي فيه الفاب، كاين اللي يجي سامبل، باش نتفاهموا. جماعه الفاب ما على بالهم واش فيه، فيه لا دي تي، فيه كدا، كاين اللي فيه هذاك لاد بلو هذاك، لا علينا خلينا من هذيك. بصح هذا امام هذا فيه شهده لداخل، راكو شفتوها باللي فيه شهده لداخل، ولازم يتنيطوايا، يتنيطوايا مع السيركوي هذا اللي راكو تشوفوا فيه. هاوليك يجي لهنايا، هاوليك لافانوجيير، هاي لافانوجيير يتنيطوايا، تتنحيها تنيطوايها، زيد نيطواي هذا تيو تاعو. هاوليك راهو رايح عندك هذا كيف كيف اللي راهو داخل لاكيلاس تاع الهواء، هذا لي كالامي لقيتك، تلقى فيه لي كالامي تلقاه معمر لداخل. انت كي تنقي هذا، تنقي لافانوجيير، تنقي التيو تاعك هذوما، وزيد تنقي الفلتر اللي قلت لك عليه الكاتاليزور. كي تنقيهم تعاود بروغرامي الطوموبيل تاعك، تعاود تبروغرامي السياره تاعك، تعاود يولي التيراج ما شاء الله. وي مي تقاد لا كونسوماسيون تاع الزيت، باسكو بدا ياكل الزيت. حنا علاش ننصحو؟ ننصحو حنا ننصحو باللي لازم دائما تنقي عندك. كي ينقص لك شويه تيراج اخي، كي ينقص لك شويه تيراج باينه، تروح ديريكتومون لهنا، تجي تنقي هادي، تنقي هادي، تنقي لهنايا، تنقص تنقص على روحك، يعني كيما نقولو المصروف، تنقص المصروف على روحك. زيد تجي لهنا الكاتاليزور، الكاتاليزور تاعك تفتحو، زيد تنقيه خويا باش يزيد يعيش لك. كيما نقولو في 190,000 يزيد يعيش لك بالك حتى 250,000 باش تفتح تريفيزيه. ماشي كيما نقولو في 190,000 ولا 160,000 ياخذ لك الشوك. علاش؟ من بعد يولي مصروف كبير، هنا راح يولي مصروف كبير، راح تولي فيها كيلاصه، تروح للتورنو، ترابوطه، البلوك تاعك كدا، الحكايات هادو قاعدك راح يزيدوا لك مصروف. راك تشوفوا هنايا لي ديريت، هاي ليك هادي هنايا كانت متقوبه كيما راكو تشوفوا هنايا. دونك نزيدو نجيو لهنا، هاي كاينه هادي هاي ليك، هادي اللي هضرنا عليها بزاف، الما كان يضيع له، وهي هادي اللي كانت متقوبه هاي ليك. لا ديريت اللي يجي هنايا فوقها الفلتر، يجي فوقها الفلتر تضيع له هاي ليك. هادي هنا راهي متقوبه، هادي امامو راهي تبان، هاي هنا متقوبه تضيع لك. علاش تضيع لك؟ من لابريسيو، كي تكون تمشي بزياده تولي تبيسي، كي تبيسي تبيسي تصيح على الطوله وتهبط، ما تشوفهاش باسكو تنشف هنا الحراره بزاف تنشف لك. وخاوتي ان شاء الله تكون استفدتوا هنا معانا من الحوايج هادو، ما تغفلوش عليهم، سورتو صحاب الاتش دي اللي عنده الاتش دي
ما يغفلش على هاد الحوايج، راح تكلفك كبير، تكلفك هاكو تشوفوا واش كاين هنايا. ها عشا الموتور هابط، وربي يقدركم ان شاء الله، والسلام عليكم.